تعالوا بقى حبايب قلبي، جيجي نشوف عملنا الحلاوة الطحينية اهي، عملناها في البيت بمكونات كلها من البيت، مفيش اي حاجة يعني جبناها من بره، وعملناها نظيفة جدا جدا ومتماسكة اهي كمان معانا. تعالوا حتة اهي، بصي الحلاوة بتاعتنا متماسكة ولونها جميل ازاي. هنشوف كل حاجة في الفيديو النهاردة يا جماعة، عايزة لايك للفيديو عشان الفيديو بجد يستحق، ودي تجهيزات المدارس بتاعتنا. ويلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقة حبايب قلبي جيجي. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من تحضيرات المدارس بقى معانا، هعمل لكم مفاجآت، وزي ما قلت لكم هفضل اقول لكم ان انا هبهركم، يعني هبهركم يا حبايب قلبي جيجي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الحلاوه الطحينيه، وعايزه اقول لكم ان الحلاوه الطحينيه دي مهمه جدا جدا للولاد، او اي حاجه فيها نسبه سكر تعلي نسبة الذكاء كده في المخ معاهم، بينشط الصبح. لو تقدري كده قبل ما ينزلوا تديهم كده سندوتش ياكلوهم هما نازلين في الباص، يكون تمام قوي قوي. عايزة بقى اقول لكم كمان فايدة السمسم، السمسم نفسه صيدلية، يعني معانا هنا الطحينة، الطحينة دي انا عاملاها في البيت ما بشتريهاش من بره. الناس اللي ما شافتش الفيديوهات بتاعت الطحينة بتاعتي هسيب لكم رابطين للطحينة، الطحينة اللي هي الطحينة السايلة دي، وكمان عملت حصري قبل كده طريقة عمل الطحينة البودرة وناجحة مليون المية. للناس اللي بتعمل رجيم وبتحب تتحكم في الزيت هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، خشوا اتفرجوا عليها، محققة اكبر نسبة مشاهدة الحمد لله، عجبة الناس جدا جدا، وناس كتير جربتها عجبتها جدا جدا، لان انت بتتحكمي في الزيت. فمعانا هنا كوباية من الطحينة اللي احنا عاملينها، الطحينة الخام من السمسم، معايا كوباية من نفس الكوبايات، خلي الكوبايات بتاعتك موحدة، كوباية من اللبن البودرة كامل الدسم، اللي هو انا بستعمل لبن اللي هو زي نيدو كده، تمام، او نيدو بس انا بجيبه بالكيلو، ماشي، كامل الدسم. معايا كوباية سكر بودرة، ولازم كوباية السكر البودرة يكون بودرة جدا جدا عشان تبقى ناعمة معاكي وتدوب في البق، ما تبقاش فيها حتت كده تحسي ان هي خشنة شوية، لا تبقى ناعمة. هنعمل جزء سادة وهنعمل جزء بالشوكولاتة، اللي بالشوكولاتة معلقة كاكاو خام اسباني، انا بستعمل في الحلويات الكاكاو الاسباني. لما تروحي تشتري من عند اي حد بيبيع خامات الحلويات قولي له عايزه نوع اللي انا عايزاه كاكاو اسباني، ده حلو جدا، ده بيكون خام بدون سكر بس طعمه مميز، ولونه كمان بيبقى غامق جدا مش لون فاتح. معايا كمان معلقه من النشا، ومعايا معلقه من الدقيق. ايه فايده معلقه النشا معانا ومعلقه الدقيق؟ معلقه النشا بتدي هشاشه للحلاوه بتاعتك، ما تبقاش مكتومه وقافشه معاكي زي حته الطوبه كده، لا تبقى فيها هشاشه شويه. ومعلقه الدقيق عشان تظبط معايا القوام وتلمه، ما يبقاش معايا خفيف، تمام. كوبايات بقى بتاعتك موحده، يعني لو هتعملي مثلا كوبايه مثلا دي كوباية دي نص شوب كده، تمام، اعملي بقى انت اللي تعمليه، تمام. وهسيب لكم برضو اللينك بتاع الطحينة عشان ما نسيش. تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا بولة فاضية اهي، تعالوا بقى كده نقرب شوية. ادي كوباية الطحينة اهي، انا هعمل الحلاوة بتاعتي كلها كاملة، وبعد كده اهو ابقى انقش شوية احط عليهم الكاكاو، تمام. هنزل دي وارجع لكم تاني. فضينا كده الطحينه بتاعتنا كلها اهي، وزي ما قلت لكم كده قبل كده ان السمسم ده يا جماعه مهم جدا، السمسم ده صيدليه للعظم ومغذي للولاد، والانيميا ما يخليش انيميا، وحلو جدا. اعمل لهم سلطه طحينه كتير، دخل لهم الطحينه في الاكل، خليهم ياكلوا سمسم، اعمل لهم معجنات وحطي عليها سمسم. هحط بقى كوبايه اللبن البودره اللي هو كامل الدسم دي اهو، عشان نبقى نزلنا كل حاجه. وادي معلقه السكر البودره، ولازم يكون ايه زي ما قلت لك كده يكون منخول كويس قوي. وهحط برده معلقه النشا اهي، معلقه الدقيق ومعلقه النشا اهو كده اهو. ونبتدي بقى ان احنا نخلط الخليط ده مع بعض كويس قوي، وخلي جنبك برده معلقه طحينه زياده، يعني لو احتجتيها، ما احتجتهاش
يبقى خلاص اهو. هبتدي بقى ان انا عايزه اعجن العجين ده، عايزه ده يبقى عامل زي، عارفه، العجينه اهو. هعجنه بقى كويس قوي، نشيل بقى المعلقه ونعجنه بايدينا كويس جدا جدا عشان اوريكي القوام بيبقى عامل ازاي. كده بقى الطحينه، الحلاوه بتاعت الطحينيه خلاص كده عجنتها كويس جدا بايدي. عايزه اوريكي بس حاجه كده اهو. بصي بصي الطحينه بتاعتك لازم اما تيجي عشان تعرفي ان هي مش محتاجه اي حاجه، انا ما ضفتلهاش اي حاجه، حتى انا كنت شايله معلقتين طحينه على جنب ما استخدمتهمش، تمام؟ عشان تعرفي بتيجي تمسكيها وتدوسي كده، بصي تقبضي كده عليها بايديكي بتلاقيها بتشكل اهي، بصي بتشكل. طالما بتشكل كده بالشكل ده يبقى هي ناعمه. اول لما تيجي بقى بعد كده تفرديها في الساندوتش هتلاقيها ايه، اتفردت معاكي وبقت ناعمه وبكل سهوله. فاهمين قصدي كده ايه؟ اهي بالشكل ده، تمام. هي برضو لسه عايزه ايه، عجنه شويه علشان في كتل كده من السكر البودره اهي بالشكل ده، تمام. هي كده مظبوطه 100%. هنقص بقى حبه في بوله تانية عشان اوريكم اللي هنعملها بالشوكولاته. بصوا نقصت هنا حبه اهم، ودي اللي انا شلتها اهي، تمام. دي اللي هتبقى الساده ودي اللي هتبقى بالشوكولاته. معايا المعلقه بتاعت الكاكاو دي اهي. بس في بقى في حاجه، طالما حطيت معلقه الكاكاو دي هحط نص معلقه صغيره من الزيت، زيت طعام عادي خالص اهو بالشكل ده، بس علشان ادوب فيها الـ يعني الكاكاو بتاعي وتبقى معايا نفس القوام ده. كده احنا حطينا بودره تاني، الكاكاو ده برضو من الحاجات اللي هي البودره، فلازم احط لها حاجه بس كده تفك معايا. فاهمين قصدي؟ برضو هقلبها اهي، هقلبها كويس قوي قوي، هعجنها برضو بايدي واوريكم شكلها. تعالوا بقى اهي شكلها اهي، الطحينه اللي هي ايه بالشوكولاته اهي. بصي اهي ده شكلها كده اهو، هتمسك معاكي وهتبقى بتتقطع زي بتاعت بره بالظبط، ما تقلقيش خالص. هنشوف كل حاجه مع بعض. وادي الساده اهي. لو حسيتي ان الحلاوه الطحينيه ملفتش معاكي كويس ومسكت كده، تمام، يعني ايه تمسك معاكي وبعد كده ترجع تفرول، يا تحط لها معلقه زيت يا اما تحط لها معلقه طحينه. ودي برضو احنا عشان حطينا الكاكاو حطيت عليها معلقه زيت، تمام اهو. بصوا بقى معايا هنا علب، العلب بتاعت التلاجه. هجيب كده حبه زيت هدهنها كده دهنه زيت كده خفيفه علشان تنزل معايا، تتقلب معايا بسهوله اهي اهو. بصي من كل الجوانب كده اهو دهنه الزيت دي. علشان بس لما اجي اقلبها عشان ايه تتقلب معاكي بسهوله، تبقى معاكي قالب. بص بقى انا معايا سوداني اهو، سوداني هحط في اللي هي الساده نخليها بالسوداني. انت عندك اي نوع مكسرات حطي مفيش مشكله، سوداني، فستق، بندق، لوز، اي حاجه عايزاها ساده حطي ساده، مش شرط يعني لازم تحطي حاجه يعني، لا عادي مفيش اي مشكله اهو. هعمل بس كده الاول طبقه سوداني كده من تحت، عايزه تحشي معاها يعني ترمي جواها هنا اهو شويه مكسرات وتقلبيهم معاها، ماشي هتبقى من جوه محشيه مكسرات. دي اللي هي الساده اهي، هبتدي انزل كده اهو بالطحينه اللي هي الحلاوه الطحينيه بتاعتي كده اهو، تمام. هبتدي بقى ان انا اساوي كويس جدا 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 اهي. دي بقى اهم مرحله، ان انت ايه تتفسي كويس قوي كده اهو وتخليها كمان متساويه. هوريكي ازاي نخليها متساويه، خليكم معايا. بصوا كده جبت كيس من اكياس التلاجة، تمام، حطيت كده في ايدي، هبتدي ان انا اساوي كده اهو بالكيس، هتبقى اسهل معاكي ماشي كده لحد لما تبقى كلها سوا واحد كده اهو بالشكل ده
ويا ريت كده تحطي كمان عليها الكيس وتسيبيه كده جواها، وهنحطها في التلاجة لمدة ساعتين. تمام. هنعمل بقى التانية دي من غير مكسرات، مش هحط فيها اللي هي بالشوكولاتة، بتبقى بطعم الشوكولاتة، مش عايزة ادخل طعم مكسرات ولا اي حاجة، برضو تبقى مدهونة كده بالزيت. هبتدي برضو ان انا انزل كده اهو كمية الحلاوة بتاعتي، وهندوس برضو نفس الدوسة اللي احنا دوسناها دي. كويس قوي. هجيب برضو كيس تلاجة، احط بس كده اهو الاول، بعد كده اجيب كيس تلاجة، وبرضو اروح قافلة الوش مغطياه بكيس التلاجة بعد ما اسويها كويس جدا. هدخلها التلاجة، مش في الفريزر، في التلاجة لمدة ساعتين، وبعد كده اهو نطلعها من التلاجة ونشوف الشكل النهائي بتاعها في الاخر عامل ازاي، وناجحة معاكي ازاي، وطعمها في منتهى الجمال، وبدون اي مواد حافظة، وبدون اي كيماويات، وبدون اي حاجة. طبعا بتاعت بره بتبقى كلها دقيق، مفيش اللبن البودرة ده خالص، مفيش فيها يعني. بصي دي حاجه نظيفه، حاجه بيتي وحاجه نظيفه. مده صلاحيتها قد ايه؟ تقعد عندي كتير، ما فيهاش اي حاجه، طالما ما فيهاش ولا لبن ولا بيض ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي السايله، لا بتعيش. دي مواد جافه كلها متلخبطه على بعض، لو قعدت عندك سنه ما بيحصلهاش اي حاجه، بس هم عشان بيحطوا لها حاجات تانيه بتبقى مواد كيماويه، تمام، عشان تعيش عندهم فتره اطول واطول واطول. تمام. هسويها، ادخلها التلاجة، ونرجع مع بعض بعد ساعتين، واستنوني حبايب قلبي. جيجي بقى كده نشوف مع بعض الحلاوة بتاعتنا بعد ما قعدت في التلاجة شوية، في التلاجة مش في الفريزر. تمام. هبتدي بقى ان انا ايه افتح كده العلبة بتاعتي، او تجيبي مثلا سكينة كده اهو، وتمشي كده اهو على اساس تنزل معايا حتة واحدة. تمام. معايا هنا الطبق اهو، هبتدي احط الطبق كده اهو، وهقلب العلبة بتاعتي. ادي الحلاوة اللي هي بالايه، بالمكسرات يعني، او بالسوداني اهي، زي ما انت شايفة كده اهو. تعالي كمان احط لكم الحلاوة التانية، بس تعالوا نفتح دي كده الاول، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف كده اهو. بصوا اهي، بصي اهي متماسكة معايا، بس هي عايزة تقعد في التلاجة كمان شوية، اهي ناعمة معايا ومتماسكة وزي الفل اهي، زي ما انت شايفة كده اهو. تمام. ادي الحلاوة بتاعتنا اللي هي بالمكسرات اهي بالشكل ده. تمام. تعالوا بقى نشوف كمان اللي هي بالشوكولاتة، نوسع بس كده مكان في الطبق عشان ايه احطها برضو جنبيها. ادي اللي بالشوكولاتة اهي، نبتدي برضو ايه نوسع لها كده مكان اهي، بصوا كده. على فكرة هتعجبك جدا جدا جدا، طعمها هيعجبك قوي. اهي عايزة برضو تتسلك شوية اهي، نزلتها كده بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين اهي، وكمان لما تقعد شوية هتمسك معاكي اكتر. ادي الحلاوة بتاعتنا اهي. تمام. دي الحلاوة اللي هي بالشوكولاتة اهي بالشكل ده. تمام. وادي الحلاوة التانية اهي برضو ايه، عايزة اقطع لكم كده منها، بس هي المشكلة ان المكسرات بتفتفتها عشان انا حطيت مكسرات كتير اهي. بصي حتة الحلاوة اهي متماسكة معايا اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. ادي الحلاوة الطحينية بتاعتنا، عملناها في البيت، عملنا كمية محترمة اهي. ممكن كمان نحطها على الميزان، بيتهيألي هتعدي النص كيلو اكتر الحتة يعني. فيا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. لو عجبكم يا جماعه ما تنسوش اللايك علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. في ناس كتير جدا بتبقى محتاره ان هي تعمل حاجات في البيت، وتعملها في البيت باقتصاديه احسن ما تشتريها من بره. فلو الفيديو بتاعي عجبكم اعملوا له مشاركه، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي مع تجهيزات المدارس. ومتشكره قوي جدا جدا لتعليقاتكم الجميله، وباي باي في فيديو جديد حبايب قلبي جيجي.